بين الناس، ليش يتخبى بين الناس؟ يروح في جهنم يتخبى. يعني هذه 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 شهادات من المواطنين بسبب يعني هذا القصف الإسرائيلي. الناس اذهبوا الى جنوب الوادي، يعني نعم، وتتفاجئوا بهذا القصف. هذا عمل اجرامي. وبعدين بالنسبه للمقاومه اللي بتيجي بتخبى بين الناس، يروح في جهنم يتخبى. يعني هذه الآن يختنقون إذن الاستهداف مباشر. هذه شهادات من المواطنين.